الأستاذ محمد السهلاوي. أوكي. فتحت ماك بليز. أنا شايفة أسنان هون سنوات طويلة ما حدا شايفهم. لا مو كذا، بالعكس. يعني أنت بتروح عند دكتور الأسنان؟ إيه. أعطيني الكاميرا. شوف هلا اسنانك حتى تتاكد انه اللي عم بحكي انا شايف. يعني اكيد نحن بنحافظ على السريه، ما رح نقول لحدا انه انت اسنانك هيك. تجاوب بليز. ارتاح استرخي. شو رايك باللي شفته؟ اللي شفته؟ شفت كل شيء كويس. هلا برجيك. طب انا اقول لك. تفضلي دكتوره. كثير مهتم بالموبايل؟ مره. طيب ممكن انا ضروري. معلش خد ضلك شوي. ها؟ ضلك شوي بليز، بس بدي ارجيك الاسنان. دقيقة بس. اوكي. معلش تاجل المكالمة بس دقيقة لارجيك الاسنان، لأنه ما بتتخيل أنت قديش كان عندنا مرضى كثير كاستمر ومرضى ودخلناك لقلق. تفضل. بكيف اشوفك؟ وين قايم حدا؟ لازم كذا. طب إذا بتحب بنتركك نحن ونطلع. لا بس. أنا. ليش؟ تفضل. تفضل. أهلا. هلا بيك. ما كان أصلا متعصب لهالدرجة يعني. لا بس كذا أنت حسستني إني ما عمري دخلت عيادة أسنان من قبل يعني. ما لا أنت لازم تتقبل على كل. تفضل. أنت لي عقلي. هذا كابتن النصر، هذا الهداف حق النصر. ما شاء الله. لا ما شاء الله خبيرة في السبورت، ما يحتاج. معظم الفرق بحضرهم والنوادي. في فرق كتير مهمة هون بالمملكة. كورة؟ أكيد. كويس. يعني أنت مش أول واحد بتقعد هون. أعطيني بليز الأسنان، خلينا ندخل بالموضوع دايركت. طبعا ما يحتاج اقول لك انه وضع اسنانك انا بالنسبه لي بخوفني. بحياتي ما شفت هيك اسنان. بعتقد على فكره الرجل او رجل الكهف ما هيك اسنانه. تقبل هذا الموضوع. هي لا بالعكس دكتوره، زي ما انت اول في غير كثير جلسوا هنا، انت اكيد اول مره جالسه على الكرسي هذا. ما بتخاف من الابره صح؟ لا لا ما بخاف، امشي يدك ما تكلم. طيب خلني بمسك يدينك عشان ما تتحرك. تحت ماك بليز، استحيل تمو. انا بمسك وراك. ايه اوكي. ايوه. هنا جوا. خلص خلص خلصنا. خذيها. كيف احساس؟ اعمل له شوية تدليك بليز. هاي المادة طبعا ما قال لك قديش قوية. يعني لو بتعطيها لفيل بينتهي. فهلا كمية المخدر هاي اللي دخلت كتير رائعة وما بتحس بشي، ما بتعتقد في خدر شوي. إيه ظاهر الفك كله ظاهر. تحس كل الأسنان ظاهر. تحس ظاهر الأسنان ما صرت تحس فيها أبد أصلاً. بالمرة مرة غريبة، مع أني أنا بتعرف شو أعطيته. شو؟ مولفين. حلوين. ما أعطيته مولفين؟ أكيد. ليش تعطينا مولفين؟ جرب أنت من قبل. ليش تعطينا مولفين؟ ما ينفع. بليز عطيني وقتي. أي يعطيك وقتك؟ مولفين فيه منشطات. بعد منشطات. إلا فيه منشطات. أملك شوي. يا دكتورة اللاعب هذا عنده مباريات وعنده شغل. ترى عنده منشطات الله يهديك. في لجنة مكافحة المنشطات. يعني يستبعدون اللاعب. نجي ندوم. لا صح. نجي ندوم صح. ايش يا بوي؟ تمرمض. محمد يا لو سمحت. ما ينفع كذا. اوكي عم اهلك لك شيء، روق شوي. يا دكتور معليش. انت متأكدة اصلا دكتورة اصلا؟ لا معليش، انت تعطين لاعب منشطات؟ المفروض قبل هذا تعلمين المادة وايش المادة الموجودة. عم اهلك شوي، خليني اسمع شو بدي اقول. يا المفروض تعلمين وايش الموجود. مش حط ما عطتني ادرا مخدر. هاي ما اي اوكي فيها منشطات، وين المشكله؟ شو بيصير يعني؟ لازم يصير عندي خبر اصلا. اوكي يعني شو اقصى شيء ممكن يصير لك؟ يتوقف اللاعب، في لاعب متوقف بعد قبل فتره. يتوقف بيرتاح شوي؟
تعال شوي بيتفضل حياته الاسريه يعني على طول لازم يلعب.